الحقيقه ان احنا محتاجين نعرف من حضرتك ازاي استعرضت شكل مصر في هذا المؤلف قبل الحرب. يعني اولا هو طبعا النصر ده اهم نصر في تاريخ الامه العربيه كلها وممكن نقول انها اهم نصر في تاريخ المنطقه والعالم الاسلامي حتى كمان اللي احنا بنعيش فيه. وبالتالي انا اعتقد ان يعني مهما كتب عن هذا النصر ومهما تناولته كتب فلن تفيه حق حتى الان. كان مهم جدا ان احنا انا كنت في سنه 2013 كنت بتولى رئاسه دار الوثائق القوميه وكانت السنه دي مرور 40 سنه على حرب اكتوبر م. والسنه دي كانت سنه صادمه لنا طبعا بما حدث فيها ثوره 30 يونيو وما اعقبت هذه الثوره وكلنا نرى الجماعه الارهابيه وما قامت به وبالتالي كنا محتاجين ان احنا نظهر حرب اكتوبر اللي تم فيها هذه القضية الكبيرة والمهمة إزاي إحنا تجاوزناها وإزاي انتصرنا فيها فممكن ننتصر على مثل ما يحدث في سنة 2013 وبالتالي جمعنا دورنا على كل الوثائق اللي داخل دار وثائق قومية اللي ممكن أن تؤرخ لهذه الفترة طبعا وجدنا من الأهمية بمكان إن إحنا دولة كانت تعمل كاملة بجميع مؤسساتها داخل مصر وخارج مصر، حتى السفارات، حتى الشركات المصرية اللي في الخارج، اللي كانت بتشتغل في مالي وفي تنزانيا وفي نيجيريا وفي اوغندا، اللي هي لينا تواجد بشكل كبير، وجدنا أوراق تتعلق بها وتحكي قصة هذه المعركة من 5 يونيو، يعني م. من 5 يونيو بالضبط من بعد الهزيمة مباشرة، وجدنا أن في مجموعة من الوثائق المهمة والضرورية التي تحكي هذه القصة. المصريين في 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 مالي اللي بيعملوا في شركه المقاولين العرب بيبعتوا برقيات بيقولوا يا جماعه احنا بندعم الجيش المصري بمرتب شهر من شهر من, من فلوسنا يعني غير مرتب الشهر الكامل يتبرع بيه في اللي تبرع ب 20% من الشهر وفي اللي تبرع بنص شهر وفي اللي ده تبرع ده اسمه المجهود الحربي وده يمكن اللي بيميز حرب اكتوبر ان كان في حاله تلاحم بين الشعب والجيش يعني الجيش كان يملك السلاح والمواطن العادي يملك سلاح التلاحم وانه يقف مع جيشه بمرتب بمجهود يعني شفنا نماذج كتير بتميز وقوف الجيش مع الشعب في هذه الحرب وده واحد من اهم اسباب النصر. هو اكيد طبعا عايز اقول لحضرتك حاجه تانية احنا عشان نفهم ايه اللي حصل اولا طبعا الناس لم تشعر بها الا لما حصل في 9 يونيو يعني لما الرئيس جمال عبد الناصر خرج وقال اعلن تنحيه عن القياده وان نعم. هو يعود الى الشعب فوجد الشعب خرج بشكل قوي وكبير وضخم عايز اقول لك حاجه في الكتاب في الجزء الاولاني هتلاقينا رصدين مجموعه وثائق من وزاره الخارجيه المصريه بترصد ردود الفعل العالميه على ما حدث في مصر من 5 يونيو ل 9 يونيو وفي تقرير بيجي بيقول لك من 11 يونيو الصحف كتبت ايه الدوائر السياسيه في الخارج قالت ايه؟ من ضمن الآلات قالت ان قوه كبيره في المنطقه قد ظهرت وقد تضاءلت جميع القوى الاخرى، المقصود هنا القوى الكبرى هي اسرائيل، ان اسرائيل سوف تفرض شروطها في اي مفاوضات، ان اسرائيل على استعداد انها تدخل في مفاوضات على شرط ان تتنازل الدول العربيه عن جزء من اراضيها لتعيش في سلام بجوارها. <applause> هذه اللغه بالعجرفه اللي اتكلم فيها، وان امريكا تؤيد هذا الامر، ان لما تجد يقال لنا كمان أن هو وجود عبد الناصر على رأس الحكم في هذا الأمر لا يجب أن يستمر، أنه يجب التفرقة بين القيادات العربية وشعوبها. اللي يجب شق الصف ما بين هذا الأمر. لما تقرأ هذا التقرير واللي بترصده الخارجية المصرية وبتبعاته لينا عشان تقول لنا تقول أولاً أجهزة الخارجية شغالة بشكل جيد، مم. اتنين بتضع القيادة فيما يحدث في الخارج، ثلاثة بتظهر مدى بقى أنك أنت ما يجب عليك أن تتعامل من المشكلات. أخطر كمان أنك أنت في 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 هزيمه حصلت احنا خسرنا معركه لم نخسر الحرب في في 5 يونيو وبالتالي كان مهم جدا ايه اللي نعمله وذلك اول اشياء كان اللي... دايما بيطلق عليها نكسه كان في اصرار انها مش هزيمه بالطبع. هي نكسه لانها طبع. ما كانتش يعني ما كانتش حرب عادله يعني زي ما بيقولوا هي صدمه كانت بكل المقاييس اقول لحضرتك عشان يعني نكون في الصوره ويعلم الجميع ان هذه اولا هي مخطط لها من قبلها بثلاث سنوات وكان في عمليه مشهوره اسمها عمليه اصطياد الديك الرومي الديك الرومي المقصود به مصر وهو رئيس جمال عبد الناصر وتم الاعداد لها بشكل جيد اقول اقول لحضرتك حاجه سفن الاسطول الامريكي الموجوده في البحر المتوسط الاسطول السفن السادس كانت موجوده وكانت تتصنت على مصر والاتصالات المصريه في يونيو 67 وكانت تنقل هذه المعلومات الى اسرائيل بل اسرائيل لما وجدت السفينه ليبرتي الامريكيه هتقف عائق امام استكمال الحرب بتاع 67 ضربت السفينه ليبرتي ضرب السفينه الامريكيه اللي بتديها بالمعلومات نفسها وبتوصل لامريكا المعلومات وبالتالي هنا كان في تخطيط كان احنا لم نبدا في حرب 67 وبالتالي هذا حرب عدوان ويجب التعويض عنها صحيح. حتى ان مصر عملت لجنه في 74 قالت ايه التعويضات اللي ممكن نطلبها من اسرائيل لانها لما احتلت سينا اولا استغلت ابار الغاز بتاعتنا والبترول استغلت المناجم الموجوده في سيناء استغلت كمان الم... يعني المنطقه نفسها زراعيا في هذه المنطقه وبالتالي بخلاف اللي احنا اتدمر بالنسبه لنا يعني فبالتالي لابد من التعويض وعملنا دراسه واتعملت دراسه كبيره في الحكومه المصريه في هذا الامر وارجو ان احنا يعاد هذا الامر فتحه مره اخرى فنرجع لموضوعنا مصر بدات ترمم الداخل من ضمن ترميم الداخل وهو المهم والضروري ان احنا القوات المسلحه تتفرغ للحرب يبقى كل ما لدى أي وزارة من الوزراء من مجهود أو من معدات أو أدوات أو قطع أو خلاف تخدم القوات المسلحة تسلم ليها. اثنين إن احنا الـ 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 الوزارات المصرية يجب تعيد النظر في ميزانياتها وتسمى ميزانية إعداد الدولة للحرب. <applause> ثلاثة انك انت تتحرك بشكل قوي وترمم نفوس المصريين اللي تم تهجيرهم من القناه للداخل استعدادا للحرب <applause> فتم دفع تعويضات ليهم عن مبانيهم، تم استسكنهم في اماكن جيده، الحق اولادهم بالمدارس، توظيفهم بدون انتظار لطابور الانتظار او انك انت تقدم لوظيفه لا أولاد المهجرين وأولاد الضباط وأولاد العسكريين المشاركين في هذا الأمر يتم هذا الأمر. كل هذه المشاهد حضرتك ذكرتها ورصدتها موجودة. في مصر في قلب لا. المعركة أنا مش ذاكرها أنت بتحط الوثيقة تضع الوثيقة التي تقول هذا القرار جدا. الجمهوري الذي يتكلم عن هذا القرار الذي يتحدث عن هذا ال ال الأوراق التي تقول أنا سوف أتبرع بمرتبي طبعا عايز أو عايز يعني نزود أو نسبوت شوية على النقطة دي للمصريين في الخارج زي ما حضرتك ذكرت أن هم تبرعوا بمرتبات شهرية للمجهود الحربي عشان يدعموا الجيش عشان يدعموا تسليح الجيش في هذه الفتره وكمان المصريين في الداخل كان لهم دور كبير جدا اكيد حضرتك رصدته في هذا المؤتمر بص اولا من ضمن الداخل الداخل احنا اولا طبعا اتعمل حاجه اسمها سندات الجهاد يعني تشتري سند من الحكومه المصريه بمبلغ مالي انك انت بتدعم الجهاد اثنين الضرائب اللي اتفرضت عليهم على المصريين في ذلك الوقت ثلاثه اتعمل استعدادا للحرب ان وزير الصحه بعت لكل وزير طلب منه ان الموظفين الموجودين في الوزاره يذهبوا لاقرب وحده صحيه لتحديد فصائل الدم بتاعتهم استعدادا للمعركه اثنين عمل تدريب على اعمال التمريض والدفاع حاجه اسمها عملنا حاجه اسمها كاد الدفاع الشعبي ان احنا لو حصل وان المفروض ان احنا نستعد للحرب وحصل المفروض ان احنا نامن مكان من الاماكن حتى نفرر القوات المسلحه لموضوع م. فبالتالي لابد من التدريب والاستعداد والتامين استخدام الشباب في مثل هذا الامر اخطر حاجه احنا عدينا كمان قلنا احنا عندنا كم عندنا عربيه كم عربيه اسعاف ووجدنا ان احنا عندنا 1146 عربية، طب احنا عاوزين كام؟ 1425، طب نوفر ونجيب العربية دي ازاي؟ آه. الاطباء، احنا عندنا عجز في الاطباء لان في عدد من الاطباء يا اما بيعمل في الخارج يا اما بيدرس في الخارج يا اما احل المعاش، فوجدنا عندنا حوالي 2000 طبيب ناقصين. فبدانا ان احنا نقول هن في دول مش هنبعت لها هن هنستسمح ان احنا مش هنبعت الاعراض م. الا دولتين كانت المملكه العربيه السعوديه وليبيا لان هم كانوا في حاجه شديده في هذا الامر اثنين ان احنا كل اللي حلوا للتقاعد للمعاش ان هم يعودوا مره ثانيه ثلاثه ان الناس اللي هم في الخارج ورا ان عاوزين يرجعوا يرجعوا بل ان البعض سبع ستهم لدراسه الطب بالخارج سواء ماجستير او دكتوراه ورجع عشان يشارك في المجهود الحربي الامر الاخر المهم بقى احنا واحنا بنتحرك في ده كان عندنا الشباب والمصريين موجودين بشكل قوي وحصل في مظاهرات في الجامعات 1971 و1972 والرئيس قال على عامل حاسم و... العام الضبابي الواحد 71 وعامل حاسم اللي, وعام اللي هو آه. 72 ولما وجد ان هم في نوع من فوزير الدفاع وزير الحربيه في ذلك الوقت كان اسمها الحربيه محمد فوزي قال لهم يا جماعه انا لا استعداد نعمل زيارات للجبهه عشان ده الكلام ده في يناير 72 آه. زيارات للجبهه للأفراد الشعب المصري وبالاخص لطلاب المدارس عشان يتاكدوا المجهود الحرب وتدريب الجنود وتام بل ان هو طلع قرار مجلس الوزراء ان هي يجوز تجنيد اي شاب المدارس الثانويه او الجامعات لمده لا تقل عن سته شهور على ان تخصم من مدة الخدمه التجنيديه بتاعته للمشاركه في الحرب اذا أرادوا طيب كل, التفاصيل دي 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 كل التفاصيل دي يا فندم كل التفاصيل دي بتودينا لسؤال وثائق الحرب قد اهميتها يعني بالضبط. في اجيال ما عاشتش حرب اكتوبر بالضبط. وفي اجيال يعني اهاليها رسخوا في اذهانها ذكرى الحرب والنصر وأدي اهميه هذه الحرب في يعني وجود مصر الحالي حتى وقتنا ده في اجيال جايه جديده ممكن ما تشوفش ده اهميه وثائق الحرب واهميه انها تكون يعني حائط صد امام تشويه الحقيقه هو طبعا انا أولا يعني هيخلينا معلش نقفز قفزه كده لما بعد الحرب حتى وزاره الثقافه التي يوسف السباع كان وزير الثقافه في سنه 1974 وعمل لجنه شكلها وطلعت ب 14 توصيه من ضمن التوصيات اللي اتعملت يعني في هذا الامر اولا طبعا اعتبار 6 اكتوبر عيد قوم مصر العيد القومي المصري 23 يوليو وعيد 6 اكتوبر عيد القوات المسلحه فهو رأى ان ده اللي يكون العيد القومي لجمهوريه مصر العربيه. اثنين قال ان كل مدان اهم ميدان في اي محافظه لابد ان يكون فيه نصب تذكاري للجندي المصري اللي كان في الحرب. ثلاثه نعمل مجموعه من الافلام التسجيليه والسينمائيه عن هذا الموضوع. <applause> اربعه نعمل موسوعه مصوره كبيره وضخمه للاطفال وفي الشباب عن كل احداث الحرب الاهليه. نعمل حاجه اسمها الكتاب الابيض، الكتاب الابيض دي الدول بتعمله ازاي؟ بتحكي بت طلع كل وثائق الحرب قال لهم من 5 يونيو لحد احنا موصلين دلوقتي سنه 74 قال كمان لا يجب ان يبتزل اسم اكتوبر في اي عمل من اعمال يعني احنا ما نحطش اسم اكتوبر دي 6 اكتوبر الا على كل ما هو قوي ومهم وضروري في حياه المصريين آه. فبالتالي ده كان م... هقول لحضرتك حاجه انا اتذكر واحنا صغيرين يعني إيه؟ كانت حصه الرسم الرئيسيه اول حاجه ناخدها صحيح. اللي هو حرب اكتوبر مم. والتاني اللي بعدها الانشاء والتعمير عشان كان تعمير سينا والانشاء والتعمير اللي بعدها بوندي ورفع العلم ابو رفع العلم آه. ده حاليا ما موجود احنا مطلوب ده يرجع احنا مطلوب ان احنا نعيد مره تانيه لهذا الامر الولايات المتحده الامريكيه طلعت الوثائق الخاصه بحرب 73 بريطانيا طلعت الوثائق الخاصه ب 73 وبتحكي حكايات لا تتخيليها، احنا بالنسبه لهم يعني عملنا اعجاز لا احد يتخيل لما انت تسالهم يقولوا يا جماعه عاوزين نعد يقولوا انت محتاج قنبله نوويه، الدول اللي م. كان عندها قنبله نوويه في الوقت ده كانت الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي يعني عشان نضرب خط برليف احنا شلناه بشوية ميه والمتبع في التوقيت ده لو حضرتك مائن. فاكر اكيد سد ماجينو في فرنسا دمروه ازاي؟ سد ماجينو ده ده اللي كان عملوه الفرنسيين للالمان وفي الاخر الحرب العالميه الاولى دمروه ازاي بالظبط بالضبط واضطروا واضطروا يعبروا حتى كمان من من حاجه اسمها بردين كده من الشمال عشان ايه كانوش لكن في النهايه انت بتدور على خط صرفت عليه اسرائيل اموال طائله احنا في الحرب ده اللي اللي حصل بقى يعني احنا يعني الاستعداد للحرب ما كانش فقط عند انت بتغير العقليه اعظم حاجه ويجب الناس تذكر هو مين كان بيدير المساله في الوقت ده هم. بخلاف الرئيس انور سادات وبخلاف المشير احمد اسماعيل كان عندك عباكرة اللي احنا بنعتبره وكانوا في سن صغير يعني يعني عبد العزيز حجازي كان وزير الماليه عائشه راتب وزيره الشؤون الاجتماعيه، ده سبيل المثال، أحمد كمال ماجد كان وزير الشباب، كان اللي مراد راغب كان قام بال بأعمال ب... وزير الخارجيه، محمد فوزي، فبالتالي مم. كان عندنا مجموعه من الناس فعلا. اللي بتكون في ذلك الوقت يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الواحد النبوي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ووزير الثقافه الأسبق، شكرا على وجودك معانا في ذكرى نصر أكتوبر العزيز على قلوبنا كلها. شكرا, شكرا, شكرا جزيلا. جزيلا. شكرا لكم. 不好意